بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الناس مستعجلانا على ملحق جيم الصف الثاني الثانوي، وإن شاء الله هنفنش النهاردة، هنجاوب 4 و5 و6. نتوكل على الله. بسم الله، بداية بالوحدة الرابعة، ما تنسوناش في لايك يا جماعة بداية الفيديو كده على طول، لايك وبعدين خش ايه افتح كتابك واشتغل. بيقول لي I had to buy a new suit. الراجل هنا بيقول اضطريت، يبقى انا هاخد بالي من كلمة هاد تو دي، اضطريت في الماضي. اشتري سوت يعني بدلة جديدة، اضطر ان هو يشتري بدلة جديدة، تمام. طيب بيكوز، يا ترى اشتراها ليه بقى؟ بيكوز نقط دريس از بريفيربل ات جوب، بيقول لان الدريس الفستان يعني الفستان الكذا يفضل في الوظيفة دي، في مقابلة الوظيفة. النورمال ولا الاكيجنال ولا الفورمال ولا الفيست؟ طبعا نورمال عادي، واكيجنال حاجة بتاعت مناسبات، وفورمال حاجة رسمية. لا، انت لما تروح تقدم على وظيفة روح بحاجة رسمية، يعني ما تلبسش اي لبس، برضو خد بالك ان هو بيبص لكل حاجة فيك، تمام. فعشان كده بيتكلم على الفورمال اللي هي الرسمي يعني. Our nursery teacher، مدرسة النيرسري بتاعتنا، didn't punish. punish يعني يعاقب، يبقى المدرسة بتاعت الحضانة ما رضيتش تعاقب أي حد، تمام؟ أي طفل، أي عمل حاجة خطأ يعني severely. she نقط، هي بس بتعمل حاجة معينة، يا ترى بتبتسم ولا فروند بتكشر ولا بتكافئه ولا بتقدمه؟ طبعا اكيد الست دي طالما ان هي الطفل عمل حاجه غلط مش هينفع ابتسم له، ولو ابتسمت له ابقى انا بشجعه على الغلط، لا انا اكشر له بس لكن ما اعاقبوش، تمام. بيل جيتس، الراجل بيل جيتس اللي هو اكبر مؤسس او مؤسس اكبر شركه كمبيوتر، هو مصمم للويندوز كمبيوتر سيستم، از ريلي جريت سيرشر ولا اكسبلورر ولا اديتور ولا انيفيتور. عاوز يقول لي مبدع، ما هو ده مؤسس لاكبر شركه، يبقى ده راجل ناجح في عمله. وعلى فكره بيل غيتس ده كان ساقط في كليه الحقوق وكان بيطلع بمواد، بس المهم هو كان عنده ايه بقى، كان عنده مجالات اخرى ونجح. فانت مش لازم بقى، عايز اقول لك ان برضو ان الثانويه مش مقياس، مش مقياس لقدراتك. بيل غيتس كان بيسقط، ودلوقتي بيقول لك الناس اللي كانت بتطلع عليا اوائل في الدفعه بيجوا يشتغلوا عندي في الشركه، انتوا متخيلين؟ فيبقى اذا النجاح مش ممكن ما يكملش في حاجه واحده، يعني عايز اقول ان انت ايه بتجتهد والباقي على الله. طيب اتس جود ايديا، فكره حلوه، تو توك تو يور ستودنتس، انك تتكلم مع طلابك، ان ا فريندلي كذا، عاوز يقول لي بايه، بطريقه حلوه يعني. طبعا تون اللي هي نغمه، يعني انت بتتكلم معاهم بلهجة او بلكنة، لكنة ودية، علشان ما ايه، عشان تعرف توصل لهم المعلومة، مش بصوت بقى ولا نية ولا ملحوظة ولا كده. طيب الويب سايت hasn't even given us the most كذا information about our research topic، الموقع ما اداناش الحاجات المعطاة للموست كذا information، لمعظم المعلومات، عايز يقول المعلومات الايه الصغيرة، ولا المعلومات اللي مش مهمه، ولا المعلومات الاساسيه. طبعا الباسيك انفورميشن، المعلومات الايه الاساسيه. It was supposed، لقد كان من المقترح، to be a secret، ان هو يكون حاجه سريه. You not have told here. طيب الحاجه دي secret بقى، يعني دي كانت سر، فما كانش ينفع انك انت تقول لها، ما كانش ينفع انك انت ايه تقول لها، يبقى معنى كده ان هو ايه، ان هو قال لها. فانا هقول له you shouldn't، لان should have والتصريف الثالث تعبر عن حاجه ايه، حاجه مش المفروض ان هي تحصل ولكن حصلت، عشان كده احنا اخترنا shouldn't. يبقى انا لما اقول لك you shouldn't have، ما كانش المفروض تعمل كذا، لكن should have كان المفروض تعمل كذا، فانا بقول لك دي حاجه سريه، يبقى ما كانش المفروض تقول لها، مش كان، يبقى عشان كده خدت shouldn't. Why did you not help Ahmed? You don't have given him a hand. التعبير الأخير ده معناه إيه؟ تمد له يد العون. هنا بقى أنت ما ساعدتهوش، ما ساعدتهوش. ليه ما تمدلوش يد العون؟ فأنا عايز أقول له إيه؟ كان المفروض يعني تمد له يد العون. طب هو مش جايب شود هنا، أخد بدلها كود، إن أنت كنت تقدر، كنت تقدر تساعده، بس أنت ما أنت اللي رفضت، ما رضيتش تساعده.
The meat is a bit burnt. اللحمة إلى حد ما طعمها لازع كده، يعني محروقة شوية. You not have cooked it for so long. باين عليك طبختها كتير أو سبت البوتاجاز عليها كتير يعني. فأنا عايز أقول له إيه بقى؟ برضه نفس الموضوع، You shouldn't. يعني اللحمة خلاص طعمها وحش، يبقى ما كانش المفروض أنت تسيبها ده كله على النار. You shouldn't have cooked. ما كانش المفروض تسيب ده كله على النار. سهى، سهى's late. سهى is late، سهى متأخرة. She not have forgotten about the meeting. أكيد نسيت الموضوع الاجتماع اللي احنا قايلين عليه. طالما إن هي متأخرة كده يبقى أكيد نسيت موضوع الاجتماع. She should have forgotten، كان المفروض تنسى. لا يبقى should مش هتنفع. She couldn't have forgotten، ما قدرتش. لا مش هتنفع المنفية برضه. طيب can't، ما تقدرش إن هي تنسى. لا يبقى could. could بقى، she could have، مع ان المعنى مستبعد شوية بس هي ما ينفعش غيرها. she could have، she could have. هي متأخرة، نسيت ميعاد الاجتماع. I thought I saw Yusuf in town but I not have been wrong. اعتقدت ان انا شفت يوسف في المدينة. but I not have been wrong. هو بيقول اعتقدت ان انا شفته، بس عايز يقول ايه؟ اكيد انا كنت مخطئ. يبقى could برضو، تمام؟ انا كنت مخطئ لانه فعلا ايه، ما كانش يوسف. هنا بقى بناخد كلمة ونكمل. بيقول لي سمارت فونز، الهاتف الذكي، هاف بيكم ان امبورتنت بارت، اصبح جزء مهم من حياة الاطفال. حلو قوي. زي يوز ذيم تو نقط ان تاتش، طبعا ده تعبير اسمه كيب ان تاتش. كيب ان تاتش يعني ان انت تفضل على اتصال باصحابك وكده. They are now used to not and its new language. هم دلوقتي بيستخدموا الايه بقى؟ بيستخدموا عملية المسجنج، عملية التراسل بينهم من بعض، تمام؟ and its new language، واللغة الجديدة. They are even familiar، حاجة مألوفة، with emojis، ان هم يعملوا يبعتوا لبعض يعني الحاجات بتاعت الايموجي دي، بنسميها abbreviation او images abbreviation، اختصارات الايموجي يعني، تمام؟ هي راحت فين؟ ايوه هنا اهو، تمام؟ images abbreviation. بعدين بيقول لي اند ايمجز، والصور زي اولسو يوز ذم، بيستخدموهم عشان يلعبوا فيفورت نقط جيمز. عايز يقول لي يلعبوا العابهم المفضله اسمها فيديو جيمز. ما انا ما عنديش فوق الا فيديو، يبقى بيلعبوا العابهم الفيديو المفضله. زي كان يوز، يقدروا يستخدموا ميني نقط such as يوتيوب اند فيسبوك easily. however، يبقى هما بقى كان يوز يقدروا يستخدموا ميني ايه بقى؟ ميني كذا. طبعا مواقع كتيرة، هي مفيش غيرها، هي اللي هيجيبوا عليها الايه، يجيبوا عليها الحاجات دي. كده بقى ما فضلش الرقم 6. بيقول لي بقى اللي ايه، ان في مواقع ضارة، والخبراء بيقولوا ان احنا ما ينفعش ان احنا ناخد سمارت فونز اواي فروم زم، ما نسيبش العيال بالتليفونات لوحدها، لازم كل واحد ايه يكون عليه مراقبة او يتراقب يعني عشان يشوف، تمام؟ طيب الاجابات مرة اخرى، هنا وهنا ودي هنا اهو، تمام؟ عشان تبقى الناس مركزة كمان، والابريفيشن دي، واخيرا اوي. نيجي بقى للترجمة. بيقول لي بقى يوزنج اوموجي، هتكتبوا معايا استخدام الاوموجي، اختصارات الاوموجي اند اكرونت، اللي هي الرموز، بيكم اس. طيب مش هنبدأ احنا بدي. هاف بيكم ده، حد يقول لي ده زمن ايه؟ طبعا مضارع تام. طالما انه هو مضارع تام يبقى انا هستخدم لقد. لقد اصبح، لقد اصبح استخدام الرموز والاختصارات والحروف الاولى من الكلمات اللي هي الاكرينز، الاكريم دي، تمام؟ اكريمز. يبقى لقد اصبح استخدام الرموز والحروف الاولى من الكلمات essential for messaging، ضروريا للرسائل and chat والدردشه. يبقى لقد اصبح، واجيب الحاجات دي كلها، الاوميجي والاختصارات للحروف والحروف الاولى من الكلمات، ضروري جدا لعمليه التراسل والدردشه. يانج بيبول شي، يبقى هقول يقول الشباب بقى. يانج بيبول اللي هم الشباب، سي يقول، يبقى يقول الشباب ان ذلك يعتبر، او ان ذلك يكون جزءا من الحياه اليوميه التي يعيشها، من الحياه السريعه التي نعيشها، الحياه اليوميه السريعه التي نعيشها، تمام؟ انجليزي بقى هكتب. بيقول لي بقى ايه،
سمارت فونز الهواتف الذكية are some of the most important inventions. الهواتف الذكية من أهم الاختراعات التي، يبقى هنبدأ نقول التي بقى that أثرت كثيرا، يبقى greatly affects، أثرت كثيرا تمام في حياة الناس، يبقى هنقول in people's life، في حياة الناس الاس ابوستروف دي، especially خصوصا young people الشباب who consider، وخصوصا وخاصة الشباب الذين يعتبرون استخدامه جزءا هاما في حياتهم. يبقى قلنا بقى اليونج بيبول هو كونسيدر يوزنج ات، اللي بيعتبروه از ان امبورتنت بارت، جزء مهم ان زير لايف، في حياتهم. ومع ذلك بقى لكنها اللي هي بط تمام او هاوفر تبعدهم عن ممارسه الهوايات ومقابله الاصدقاء والاقارب. يبقى هنقول هاوفر ومع ذلك زي كان تيك زيم اواي، تاخذهم بعيدا عن ممارسه بريكسينج هوبنز اند ميتينج ريلاتيفز اند فريندز، الاصدقاء والاقارب. الجزء الثاني بيقول لي the actors الممثلين was really angry، كانوا غضبانين at the rude كذا on this post، كانوا على الايه الرود ايه بقى، يعني هم غضبانين من ايه، مش من البوست نفسه، من على حاجه واقعه في البوست. الحاجه دي ايه بقى، هتبقى الكونتنتس المحتويات بتاعه البوست، ولا الصور، ولا الرموز، ولا التعليقات، طبعا الكومنتس التعليقات اللي هي مش عاجبهم في البوست. The knot of the story، الحاجة بتاعت القصة دي اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت كانت جزيرة الكنز، يبقى ده التايتل العنوان على طول، العنوان ده درسته السنة اللي فاتت طبعا. The mobile has become the easiest way to not in touch with other people، طبعا الموبايل هو keep in touch، التعبير اللي احنا قلنا عليه انك انت تظل على تواصل بالاخرين. الفيسبوك is the most widely used social كذا in website، طبعا الفيسبوك هو اشهر حاجة في مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى السوشيال ميديا. الكمبيوتر كمباني، شركة الكمبيوتر بتعمل extensive تكثيف on their new software، يا ترى inspection ولا survey ولا search ولا estimate، طبعا هي بتعمل احصائية، احصائية مكثفة على نظام السوفتوير بتاعها. Where is أحمد؟ أحمد فين؟ Where is أحمد the camera؟ لا ده مش أحمد، كاميرا أحمد فين؟ قال لي he not have taken it with him، أكيد خدها معاه طالما احنا مش لاقيينها، يبقى أكيد الحاج أحمد إيه أخد الكاميرا معاه. He could have taken it، could. طيب بعدين the plan، الخطة نقط wrong، خطأ، but in fact، بس في الحقيقة it was a great success، بس في الحقيقة كانت نجاح مبهر أو نجاح رائع. طالما إن الخطة خطأ بس نجحت، يبقى could have gone wrong، ممكن تكون مشيت خطأ ولكن كانت نجاح مبهر. You not have met my brother، I haven't got one، عايز أقول له I haven't got one، أنا ما عنديش أصدقاء، يبقى أنت مستحيل تكون قابلته، أنت قابلته إزاي وأنا أصلا ما عنديش أصدقاء، يبقى couldn't بقى، couldn't، لا يمكن أن تكون قابلت. I've done the washing up، أنا عملت عملية الغسيل عشانك. Oh you really not have، معقول أنت عملت، يعني عاوز يقول له كده يعني ما كانش المفروض تعمله، أنا كنت أغسل، أنت غسلتيني ليه، يعني عاوز يقول له الشوط أنت ما كانش المفروض أن أنت إيه اللي تغسلي. She not have gone to the party with her friends but she didn't، هي هنا عاوز يقول لي كانت تقدر تروح بس ما راحتش، ما فيش شود عشان اللي هي تديني المعنى، يبقى كانت تقدر تروح بس هي رفضت. يعني دعاء راحت لي رحلة يوم للأقصر السبت اللي فات، she went by bus، راحت بالأوتوبيس، but she not have gone by train، يبقى هي كده ايه عايز يقول لي ما قدرتش تروح بالقطار، ولا قدرت، هو بيقول راحت بالأوتوبيس ولكن كانت نقط بالقطار، كانت تقدر تروح، ولا طبعا يبقى كانت تقدر تروح، لان هو طالما استخدم بط يبقى لازم يستخدم الصيغه المنفيه، بط شي كود، ولكنها كانت تقدر تروح بالايه بالقطار. اولزو ات ووز ساني، الدنيا كانت شمس في القاهره، ات ووز رينينج زير، كانت بتمطر هناك، سو شي نقط هاف بوت هير امبريلا، عشان كده هي ما كان المفروض تجيب الامبريلا بتاعتها ولا ما كانش المفروض تجيبها، طبعا كان المفروض تجيب امبريلا، يبقى لازم ناخد شود المثبته. بيقول لي بقى بعدين شي وودنت ليت ذا باد ويذر سبويل هير داي، ما خليتش بقى الطقس يبوظ عليها اليوم ده. شي نوت لوتس اوف بليسز اوف انترست، ميوزيومز، متاحف، و طيب ماشي، يبقى هي بقى فيزيت، تزور ولا زارت، يعني هو بيتكلم على يوم في زمن الماضي اللي هو السبت اللي فات، يبقى لازم تكون بالاي دي فيزيتد.
نفس الكلام هنا، نقط لفظ لانش، اتغدت، يبقى اتغدت وخلصت الكلام في الماضي برضو. in a nice restaurant، في مطعم جميل. by the evening she was really tired، كانت متعبة. and she had been نقط all day، وهي بقى طول اليوم. when she طول اليوم. when she returned، لما رجعت بقى back to Cairo، she told her friends، قالت لاصحابها. that she نقط دو. طب احنا هنا سيبنا واحدة. had been، لازم يجي بعدها الverb زائد ing، يبقى احنا هناخد walking. تمام. هنا بقى قالت لاصحابها ذات شي نقط دو اللي قدرت تعمله هناك، يبقى كود بقى. ماشي. ترجمة بقى، بيقول لي any language may change for many reasons. هنا طبعا may هنا هنعتبرها قد، وهنقول قد تتغير اي لغة، قد تتغير اي لغة لأسباب كثيرة. قد تتغير اي لغة لأسباب كثيرة. ربما يكون هذا لأن المتحدثين يحتاجون هذا التغير. تكتبوا معايا، لأن المتحدثين يحتاجون هذا التغير. new technologies may، قد تاني، قد اهي، يبقى قد require بقى يتطلب. قد تتطلب التقنيات الجديدة، قد تتطلب التقنيات الجديدة كلمات جديدة. to refer، لكي تشير إلى أو للإشارة إليها بوضوح وكفاءة أو فاعلية. بوضوح وفاعلية، هنقولها كلها من الأول. قد تتغير أي لغة لأسباب كثيرة، ربما لأن المتحدثين يحتاجون إلى هذا التغيير. وقد تتطلب التقنيات الجديدة كلمات جديدة للإشارة إليها بوضوح وفاعلية. الإنجليزي بقى، إن اللغة حيوية جدا ومتغيرة بشكل مستمر. هنقول في الجزئية دي language is very dynamic أو vital، يعني حيوية، dynamic أو vital، and constantly changing، ومتغيرة بشكل دائم أو بشكل مستمر، وأنها تتغير بسبب التكنولوجيا والتعرض لغزو من قبل قنوات أجنبية والهجرة وتأثير الثقافة. هنقول and it changes because of اللي هي بسبب technology، التكنولوجيا، هاخد كوما علشان هو قايل واه كتير قوي. تكنولوجي exposure to invasion by foreign forces، التعرض لغزو من قبل قوات اجنبيه، كوما برضو. immigration والهجره، and وبقى ايه influence of culture، تاثير الثقافه. واخر جزئيه بقى اللي هي ايه، اللي هي where هل كانت كلمات ايميل وسيلفي مستخدمة من قبل. طبعا الكلام على الجمع، يبقى هنقول where اللي هي بدأنا بها الكلام بمعنى هل. the words بقى، واكتب الكلمات بقى the words، وممكن اخد مثلا قوس او كومة اي حاجة كده، واروح كاتب الكلمتين اللي هو قال عليهم ايميل، تمام، وسيلفي بقى، سيلفي، تمام. اقفل القوس عشان هو بيتكلم عن الاثنين دول. هل كانت كلمات ايميل وسيلفي مستخدمة من قبل؟ يبقى هنقول له used before بقى، used before، وكده يبقى اتحلت. الوحدة الخامسة، بيقول لي my grandfather جدي was very كذا and honest man who would never، اللي عمره betray anyone، اللي عمره ما خان حد. يبقى اذا هو كان doubtful، مشكوك فيه ولا موثوق فيه ولا بعيد ولا مش منظم. طبعا اكيد هو عاوز هنا يقول لي ايه بقى، يقول ان هو كان راجل موثوق فيه، علشان ده هو عمره ما خان حد، لان كلمة betray دي يعني يخون. يبقى هو الراجل كان ايه، كان ثقة، يبقى ناخد reliable اللي هي معناها موثوق فيه.
The new engine المحرك الجديد can not reduce the amount of petrol used by cars. هيقدر يقلل كمية الكذا المستخدمة بواسطة السيارات. يبقى ايه بقى ايه اللي هتقلل؟ ال efficiently ولا tolerably ولا effectively ولا excitedly؟ اكيد الايه ال effectively الفاعلية بتاعته، الفاعلية هي اللي هتقلل كمية البترول المستخدمة. بسبب security reasons، بسبب أسباب الأمن والأمان، كل محل should not security cameras، كل محل لازم يحط كاميرات قدامه، طبعا يركب أو يحشو اللي هي كلمة install، تمام؟ مش يحطم بقى ولا يكسر ولا يرفق. The rich man الراجل الغني بيجين بدأ نقط antiquities many years ago. بدأ ايه؟ antiquities اللي كنا بنقول عليها انت كويس بتاعت الاثار يعني، تمام؟ يبقى بدأ collecting جمع، هي بيجان يجي بعدها ينجي جمع ولا قطع ولا سحب ولا detecting، طبعا اكيد الراجل بدأ يعمل ايه الحاجات دي يجمعها، يبقى collecting. بعدين king lear الملك is the mean، هو المين كذا of the play we study this year، طبعا هو الايه هو الكاركتر ولا الرول ولا البارت ولا السيرفنت الخادم، اكيد هو هنا طبعا هو الايه جزء من المسرحيه، واللي عاوز يقول لي شخصيه المسرحيه اللي احنا بندرسها يبقى هو الكاركتر عشان شخصيه دراميه. although the ticket may، على الرغم من ان التذكره ممكن تبقى كذا، to be expensive غاليه، it's good value for money، it's good فاليو قيمتها كويسة للماني للفلوس، يبقى هنا it may seem تبدو to be seem to be expensive، تبدو ان تكون ايه غالية. strange as it may نقط my father has never been to Cairo، طبعا عايز يقول على قد ما هو غريب يعني عمره ما راح الايه القاهرة قبل كده. برضو هناخد مين؟ seem it may seem. طب ليه؟ علشان تعبر على ان هو يبدو يعني يبدو وانه يعني هو باين عليه كده ما راحش القاهره، مع هو اداني الدليل ان هو ما راحش طول حياته، فعشان كده انا عايز اقول ايه كيف يعني يبدو انه لم يذهب. الكالكوليتر اللي هي الاله الحاسبه نقط هيلب، عايز اقول لي من المفروض ولا من ان هي اتعملت يعني علشان تساعد؟ راحت فين البتاع؟ هنا اهو الآلة الحاسبة نقط to help you do mathematical calculation quickly. الله أكبر الله أعظم، يبقى عايز أقول من المفروض إن هي معمولة عشان تساعدك إنك تعمل العمليات الحسابية بسهولة، تمام؟ طيب هناخد مين هنا بقى؟ هناخد supposed ولا means ولا seems ولا is meant؟ طب حلو خالص، هناخد المبنية للمجهول اللي هي is meant. طب ليه؟ دي بتدي معنى ايه؟ طيب بتدي معنى من المفترض ان، للحديث عن الغرض او عن الحقيقة في شيء ما. الآلة الحاسبة من المفترض انها تساعدك لكي تقوم ببعض المسائل بسرعة، تمام؟ اشهد ان لا اله الا الله. طيب بعدين بيقول لي the exam الامتحان نقط to start at 10 o'clock sharp بط، ولكن the teacher was late، ولكن الاستاذ كان متاخر. نفس المعنى، الامتحان كان المفروض ان هو يبدا بكذا. طيب مش جايب ازمنت تحت؟ جايب ازمنت تحت. طب حلو قوي، الكلام فوق كان مضارع اللي هو دو والكلام عن حقيقه، الكلام تحت بقى ماضي، الاستاذ كان متاخر، يبقى بيحكي حاجه في الماضي، يبقى ازمنت مش هتنفع هنا بقى، المضارع مش هينفع معايا. امال هاخد ايه؟ هاخد صيغه الماضي، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاخد صيغه ايه؟ الماضي اللي هي واز سبوز، هتلاقوهم كلهم از، كل اللي از مش هينفع، لا انا عايز بتاعت الماضي عشان الكلام عندي في الماضي، تمام؟ طيب خلصت الصفحه. هنا بقى بيقول لي يو نوت تو ليسن during the lecture not talk، المفروض انك تسمع للمحاضره مش تتكلم. طيب المفروض انك تسمع، seem to المصدر، mean to المصدر، supposed are supposed عشان مبني للمجهول، ويو بتاخد ار لانها صيغه الجمع، تمام؟ طيب نيجي هنا بقى بيقول لي السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي have their advantages، ليها المميزات بتاعتها and disadvantages والعيوب، people can الناس تقدر بتستخدمهم
تو ستاي نقط. طبعا اكيد الناس بتستخدمهم عشان تفضل ايه متواصله مش بتهاجم. بعدين بيقول لي زي كان اولسو هيلب بيبول بيساعدوا الناس ان هم نقط زير ايدياز. طبعا عارفين احنا شير، يلا ما حدش ينسى يعمل شير للفيديو، بنقول كده على طول تمام، فيبقى شير ان هو يشير. بعدين بيقول لي a lot of people have misused، ناس كتيرة بتستخدمه استخدام سيء. So you must be نقط، يبقى انت لازم تكون ايه، لازم تكون careful على الانترنت. Don't believe all the information، ما تصدقش كل المعلومات اللي بتتنشر. ها اللي بتتنشر طبعا بوست بتتنشر مش بتطبع. You shouldn't share your، ما ينفعش البيرسونال الحاجة الشخصية بتاعتك ما ينفعش انك انت ايه تشيرها. You should also update، لازم تحدث الخصوصية بتاعتك، اعدادات الخصوصية gradually تدريجيا ولا regularly بانتظام. لا يبقى هو عاوز ايه، عاوز بانتظام. هنا بقى بيقول لي you need to be smart online، you need to be smart online يعني يجب ان تكون ذكيا على الانترنت تمام. keep a sharp eye، افتح عينك قد كده زي ما احنا بنقولها، افتح عينيك بحدة. for threats like hackers، افتح عينيك بحدة تمام، امام التهديدات مثل الهاكر او الاختراق، مثل الهاكرز او المخترقين. and keep your personal information secure، وخلي او اجعل امان معلوماتك، وحافظ على امان معلوماتك. and you will have a safe internet experience، وسوف تحصل على تجربة آمنة على الإنترنت، وسوف تحصل على تجربة آمنة على الإنترنت. اضطرت الحكومة لإصدار قانون المعاقبة، أنا هقول عشان الوقت بقى الكتابة بتاخد وقت ولسه في واحدة ستة. طيب اضطرت الحكومة، هنبدأ بالحكومة اللي هي الجوفرنمنت تمام؟ اضطرت. بعدين هات تو، يبقى الجوفرنمنت هات تو اللي هي اضطرت تمام؟ لإصدار طبعا لإصدار قانون لمعاقبة كل من ينشر معلومات. طبعا هنجيب بقى اصدار دي اللي هي ايه، اللي هي كلمة ايشو اللي هي زي قضية دي، اكتبها طيب تمام. قانون بقى العقوبات بقى تمام، يبقى هنقول ايه بقى، الو تو بانش، قانون يبقى الو بانش لمعاقبة، يبقى تو بانش، تو بانش انك تعاقب. كل اول من يبقى هو، امشي معايا كلمة بكلمة، هو اول من يبقى هو تمام، ينشر بوست بقى اللي احنا عارفينها دي، ها بي او اس تي بوست، معلومات او اشاعات غير صحيحه، يبقى هنا الصفه غير صحيحه لمعلومات واشاعات، يبقى هنبدا بيها انترو اللي هي غير صحيحه، انفورميشن يبقى انترو انفورميشن، اند رومرز اشاعات هكتبها، كلنا عارفين ايه، كلنا عارفين معلومات تمام. R U M بعدين O U R تمام، والاس الجمع، يبقى اشاعات غير صحيحه على الانترنت طبعا تبقى اونلاين تمام. طيب او مواقع التواصل الاجتماعي بقى نقول له اور سوشيال ميديا، اور سوشيال ميديا تمام، او عاوز تقول له بتاعت اولى ثانوي اللي هي السوشيال نتوركينج سايتس براحتك يعني. طيب بعدين وكان ذلك نتيجة لإساءة استخدام بعض الناس لهذه المواقع، وكان ذلك احنا هنقول على طول ونتيجة لذلك، هنقول بقى this was a result of misuse، إساءة استخدام على بعضها هتكتبها misuse اللي هي إساءة ايه، إساءة استخدام، misuse of some people of the sites المواقع. الجزء الثاني من الوحدة الخامسة بيقول الجوفرنمنت الحكومة is doing great efforts، بتبذل مجهودات عالية قوي to help people who are not to drugs اللي هي المخدرات، علشان تساعد الناس اللي هي ايه، مدمنة للمخدرات ولا بتحصل على المخدرات ولا بتهاجم المخدرات ولا بتتقدم للمخدرات. طبعا addicted او addicted اللي هي مدمن، عشان تساعد المدمنين ان هي يبطلوا يعني. winning the premium ليج، كونك هتفوز بالبريمير ليج، كان بي محمد صلاح زكذا ان هيز كارير سو فار، طبعا ده هيبقى عاوز يقول الحدث الابرز، الحدث الابرز في حياه مين، في حياه محمد صلاح. الحدث الابرز يعني ايه بقى، الهايلايت، حتى احنا بنقول هات لنا الهايلايتس. ذا فيلم نقط ذا واي سام جريدي امبلويرز تريت زير امبلويز،
عاوز يقول للفيلم هنا بيعمل ايه لبعض اصحاب العمل الطماعين الذين يتعاملون بقسوة مع عمالهم. يبقى الفيلم بيعمل ايه؟ بيعاقب ولا بيكافئ ولا بينتقد ولا بيمدح؟ لا بينتقد بقى. تمام؟ I can take، مش هقدر اخد. انا رحت فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. I can take، I can take. It can take you. It can take a year. ده ممكن تستغرق منك سنة. To not a new vaccine. انك تعمل مصل جديد للكوفيد 19. يبقى انك develop. انك تطور المصل ده. عشان هو مش هتركبه. ولا انك انت هتعمل له ايه. هي راحت فين الماوس. ايوة. طيب ماشي. يبقى هنطير دي. ونعمل هنا على develop اللي هي ايه. انك انت تطور. The not we had at the trip was very affecting as we lost one of our friends. هنا بيقول لي الحاجة اللي احنا حصلت لنا في الرحلة كانت مؤثرة فينا او لاننا فقدنا واحد من اصحابنا. يبقى الاكسبيرينس الحاجة اللي حصلت او التجربة اللي حصلت. although it not strange، على الرغم من ان ده تبدو حاجة غريبة ولا ان المفترض ان هي تبقى غريبة. I have never drank coffee، عمري ما شربت ايه قهوة. يبقى هنا عاوز يقول لي يبدو يبقى هاخد seems. تمام؟ مش من المفترض، على الرغم من انه يبدو غريبا بالنسبة لي، بس انا هشرب قهوة. تمام؟ على سنة هو ما بيشربش يعني. You aren't supposed to، مش المفروض انك انت تدخن هنا. It means that it is not، ده يعني ان ده مش ايه، مش متنبأ به، مش منصوح به، مش ضروري، مش allowed. يبقى مش allowed، يبقى ده مش مسموح به هنا. يبقى طالما انت ما دخنش يبقى ده مش مسموح. الاي تي ام نقط تو بي لت، عاوز يقول لي يعني هي من المفروض ان هي تو لت بانكس كاستمرز وذرو كاش. طيب الاي تي ام فلاول دي اللي هي المكان اللي هو بيتقبض منه بالفيزا. تمام؟ هنا اس بتاعت الجمع بتاعته يعني نقط توليت بانكس. يبقى عايز يقول لي من المفروض يعني ان هي تخلي الزباين يسحبوا فلوس كاش لو هم محتاجين. يبقى ناخد ايه؟ ناخد ار والتصريف تالت. يبقى ناخد ار ميند. سبوز لو فيها ار كانت تنفع، انما ما فيهاش ار يبقى عشان كده ما تنفعش. اتنقط تورين، الله اكبر الله اكبر، اتنقط تورين توداي، عاوز يقول لي احتمال من المفترض ان هي هتمطر النهارده او مش من المفترض. از ذا وذر، لان نشره الطقس بتقول انه هيبقى الجو مشمس. يبقى مش هتمطر، يبقى انا هاخد المنفيه لان النشره قالت انها مش هتمطر. يبقى ات واز انت سبوزد بقى. الفيرب تو بي موجوده وسبوزد موجوده. I didn't want to annoy him، انا بس مش عايز اضايقه. I only نقط to make him forget about his sadness، انا كنت عايز بس اخليه ينسى موضوع الحزن بتاعه. يبقى هو هنا عاوز يخليه ينسى يعني موضوع الايه الحزن. I only seemed ولا meant ولا supposed ولا seem. طيب هو الكلام هنا ماضي، يبقى ايه كل المضارع هيطير. هي واحدة بس اللي مضارع. طيب ماشي، عندنا seemed و meant و supposed. هنا بقى هتبقى meant علشان تعني ان هو قصد، يعني قصد ان هو يخليه ينسى. ايه ينسى؟ يبقى مش يبدو وكأنه نسي عشان اخد seemed وصبوز ده عايز قبلها ام واذ وار. يبقى هنا يعني وانه قصد ان هو يخليه ينسى حزنه يعني. تمام؟ طيب there not to be many good reasons. there not to be طبعا دي سيم على طول علشان ايه؟ علشان to be اللي بعدها دي. وهنا يبدو، انا عايز اقول يبدو هنا مش يعني او يقصد، لا عايز اقول يبدو وكأن هناك اسباب كثيرة لماذا ينبغي عليه ان يتمرن. الرياضة سبورتس ار نقط تو بي جريد. هنا بقى في ار وفي بعدها تو بي، يبقى سبوزد بقى لان سين مش هتاخد ار قبلها. يبقى اذا ايه؟ من المفترض للرياضة ان تكون حاجة عظيمة للصحة. بلينج سبورتس انك تمارس رياضة او تجري او تعمل سباحة از نقط تو هيلب اس بيلد سترونج بونز، ده بيساعدنا. يبقى ده برضو من المفترض ان هو بيساعدنا، يبقى سبوزد برضو سبوزد. وبعدين انا هاخد سبوزنج ليه؟ ما انا ما سمعتش عن حاجة بالاي ان جي.
بعدين ويقوينا عضلاتنا وعظامنا. التمرين نقط تو انيبل اس، بيمكننا بقى التمرين نقط بيمكننا. يبقى از مينت عشان مبنيه للمجهول هنا، التمرين مفعول هو ها، از مينت يقصد به يعنى به، وانه يمكننا ان يكون لدينا ثقه في انفسنا. الهيلثي بيرسون الشخص الصحي از ولا ازنت سبوزد تو فولو؟ طبعا از من المفترض ان هو يتبع القواعد، يبقى انا هاخد از دي تمام، دي لا، إذ من المفترض ان هو يتبع القواعد بتاعه النظافه العامه والشخصيه. اند نقط سبوزد، هنا بقى مش المفروض بقى ان هو يمشي على العادات السيئه، لان الباد هابتس دي العادات السيئه ما ينفعش ان هو يمشي ايه عليها. الترجمه بقى، سام فيسبوك يوزرز يوز، احنا هنقول له نبدا من كلمه يستخدم، يستخدم بعض مستخدمي الفيسبوك. لا يا سام فيسبوك يوزرز يوز، يبقى انا هقول هبدا بيستخدم دي، يستخدم بعض، خد بالك واحد اهو اتنين اهي مستخدمي الفيسبوك اهي تلاتة، يبقى يستخدم بعض مستخدمي الفيسبوك تو ديسيف، لخداع بعض الناس او لخداع ناس اخرين، او ممكن اقول بعض مستخدمو الفيسبوك يستخدمونه لخداع الاخرين، عشان هي المعنى كده. زي بوت انترو اند ديسيتفول انفورميشن، فهم يضعون او ينشرون، عشان تبقى بلغه الفيسبوك، يضعون او ينشرون معلومات غير صحيحه ومضلله او ومخادعه تمام. In their profiles، في البروفايل بتاعتهم، في ملفاتهم الشخصية. And trick people to steal their money، ويخدعون الناس لسرقة فلوسهم. Or blackmail them، blackmail them يعني أو ابتزازهم، يبتزوهم، إن هو يبتزك يعني. ينبغي على الإنسان أن يكون ذكيا عند استخدام الإنترنت، هنقف لحد حتى يكون آمنا. طيب ماشي، نبدأ بيه، هنبدأ بيه الإنسان، هنقول آمان أمان أو أبيرسون has to be smart، يبقى الشخص يجب أن يكون ذكيا، الشخص يجب أن يكون ذكيا. عند تبقى when using، when he using the internet، لما يستخدم الإنترنت حتى يكون أمنا، يبقى to be safe، دي سهل أوي، to be safe لحد هنا كده حتى يكون امنا. الوعي هو المفتاح، هنبدا بقى الوعي اسمه ايه؟ awareness اكتبها awareness. الوعي هو طبعا وسط الكلام تبقى از، awareness is the key، هو المفتاح. وعليه ان يتذكر دائما ان الانترنت لا ينسى ابدا، وعليه ان يتذكر دائما، هنقول ايه بقى؟ And he must always remember. And he must always remember that the internet never forgets. That the internet never forgets. الوحدة الستة، we all felt، نحن نشعر بكذا لما ما بنقدرش نشتري تذاكر للماتش النهائي. طبعا يبقى بنشعر بإيه بقى؟ بنشعر بـ appointed ولا acquainted ولا disappointed ولا imported. طبعا لا متصدرين ولا مشيرين، لا احنا بنشعر بالاحباط disappointed او بخيبة امل. my parents والدي are still كذا، ما زالوا نقط younger brother، زي اخوهم الصغير يعني، او كطفل عندهم، على الرغم من ان عنده 18 سنة. يبقى هنا الفعل treat يعامل، يعني بيعملوه زي طفل صغير مع ان عنده 18 سنة. منى ريلي نقط wasting her time، منى حقا نقط بتضيع وقتها على الفيلم. it was very boring، وده كان ممل جدا. يبقى هي طبعا ندمت ان هي سابت مذاكرتها وانتبهت للفيلم، لان الفيلم اصبح ايه ممل، يبقى هي رجرت اللي هي يندم. the longest running، اطول جري، نقط in the olympics، في الاولمبيات كان الماراثون، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اكيد ريس اللي هو سباق. بعدين بيقول لي the new student، الطالب الجديد في الفصل بتاعنا is نقط، he refuses، رفض ان هو يسلف اي حد to us لينا. يبقى هو هنا اداله معنى ايه؟ اداله بخيل، طبعا بخيل، عشان كده رفض ان هو يسلف حد فينا حاجة. اللهم اني اعوذ بك من في حديث من الجبن والبخل تمام، وهكذا.
not it doesn't rain tomorrow مش هتمطر بكره we will go out for a walk يبقى هو عايز يقول لو ما مطرتش هنطلع بره نتمشى يبقى دي اف علشان جاي بعدها فاعل وفعل if she plans الفعل هنا في اس لو ان هي بتخطط لحاجه بطريقه سليمه she never not into a mess عمرها ما هتقع في فوضى يبقى هنا طبعا دي حاجه طبيعيه دي مش ما جابش هو معلومه ولا حاجه اي حد بيخطط لحاجه كويس بيوصل اللي هو عايزه يبقى دي حاله صفريه if you saw ماضي بقى هنا لو انت شفتها نقط هير قول لها كذا كذا طبعا هنا جاب لي علامه استفهام عشان اعرف ان هي سؤال يبقى لازم ابدا بود would you tell here هل قلت لها كذا لو كنت شفتها كنت قلت لها كذا طبعا علشان دي حاله ايه حاله اف الثانيه we wouldn't have taken دول الثلاثه يبقى دي حاله اف الثانيه يبقى هناخد had booked او hadn't booked بقى طالما جايب الاثنين يبقى نقدر عشان نشوف عايز المنفيه ولا المثبته we wouldn't have taken the train ما كناش خدنا القطر لو احنا ما حجزناش تذاكر يبقى hadn't booked يبقى هناخد المنفيه بقى الاولى منفيه يبقى الثانيه منفيه هنا بقى بيقول لي what نقط if you are if you مضارع يبقى عايز يا اما will يا اما مضارع يعني انا اللي بادئه بيو دي مش هتنفع خالص علشان ده سؤال دي برضو مش هتنفع وديد ماضي لا مش هتنفع يبقى خلاص يبقى هي do you do عشان دي حاله صفريه تمام بعدين هنا بقى بيقول لي كارلز شارلز ديكنز نوفلز الروايات بتاعته كريسماس كريسماس كذا طبعا اسمها كريسماس ايه كارول ده اسم الايه اسم الروايه اذا نوفل روايه عن مش عارف المجتمع اللي عايشين مش عارف ايه وبيعملوا ايه بتقول لنا بقى عن قصه ريتش مان راجل غني هو از فيري غني بس فيري ايه فيري مين غني بس بخيل قوي فاكرين انتوا الراجل ده قولنا قصته طبعا بس بخيل هي doesn't give any ما بيديش اي هدايا لاي حد هي نقط his factory عمل ايه المصنع بتاعه بقى factory حاجه يبقى للعامل بتاعه يبقى treat يعامل يبقى الاولانيه treat يعامل عمال المصنع بتاعه بقى تمام بيعامل عمال المصنع بتاعه بطريقة سيئة هي doesn't even pay ما بيدفع لهمش مرتبات كويسة ويوما ما هي هاد باد كذا حصل له ايه شاف ايه بقى شاف حلم لو انتوا فاكرين القصة طبعا احنا شرحناها شاف حلم وحش طبعا ولما استيقظ بقى شعر بايه شعر ان هو لوحده وما عندوش حد فراح ادى الراجل اكل وهدايا ومش عارف ايه ورجع يعني طيب الترجمة هنقول على السريع if everyone focus لو ان كل شخص ركز ركز on their mistakes على أخطائه يبقى لو أن كل شخص ركز على أخطائه and accepted them وقبلها then they can get rid of them quickly سوف يستطيع التخلص منها بسرعة unlike على عكس الشخص الذي يصر على أخطائه and doesn't admit them ولا يعترف بهم حلوة سهلة يعني تمام يبقى لو أن كل شخص ركز على أخطائه وقبلها سوف يتمكن من أن يتخلص منها بسرعة على عكس الشخص الذي يصر على أخطائه ولا يعترف بها هنا بقى تمثل العائلة أساسا كبيرا في الشعور بالسعادة في الحياة حلو قوي هنبدأ بالعائلة a family نقول presentist تمثل او ناخد constitutes agreed base علشان هنا تمثل هنا معناها ايه تؤسس يعني تنشئ يعني تمام طيب agreed base اللي هي اساس كبير دي agreed base تمام خليناها agreed بدل كبير عظيم يعني agreed base in feeling happy في الشعور بالسعادة in life في الحياة تمام حيث توفر لك الدعم المعنوي هنا نقول ايه بقى وكما انها توفر لك يبقى هنقول لانها يعني because ممكن نقول because بدل حيث دي لانها توفر لك يبقى نقول because it provides you تمدك بالدعم المعنوي بقى اللي هو ايه psychological support ده جايب المناسب بقى يبقى نقول له the suitable psychological support for success يبقى نبدأ من هنا the suitable psychological support for success in life للنجاح في الحياة تمام طيب
كما انها نجيب بدلها مثلا as well as بالاضافه الى او moreover علاوه على ذلك اي واحده من دول. moreover كما انها تشعرك بالامان. تشعرك دي يعني تجعلك تشعر. فهنقول it can make you feel بتاع التالتة اعدادي it can make you feel secure بالامان when عندما يتخلى عنك الاخرون يبقى others abandon you. others الاخرون abandon you يهجرونك. الجزء الثاني بيقول لي publishing the report كونك بقى هتعمل publish للتقرير بتاعك عن المردير عن القاتل brute يعني يجلب لك بروت نقط sad memories يبقى بروت باك يرجع لك بقى يرجع لك الذكريات الحزينه. My cousin ابن عمي عادة يجادل مع والده not out with his friends for a long time. بيجادل مع والده hanging out ياكلوا بعض بقى. تمام. The not of this picture الحاجة بتاعت الصورة دي about the accident عن الحادثة made us very angry خلتنا غضبانين. يبقى الحاجة دي ايه بقى؟ يبقى هو هنا بيتكلم على الكابشن. الكابشن ايه اللي جه ده؟ طبعا الكابشن اللي هو الايه اللي هو الشرح بتاع الصوره او العنوان بتاع المقال بتاع الصوره يعني. My grandfather is 70 years جده 70 سنه but he is still has strong بس لسه عنده ايه ميموري يعني بسم الله ما شاء الله. Not up a phone while talking to your friend can leave a bad impression on him. طبعا كونك هتنفض لصاحبك في التليفون انك طبعا عاوز يقول لي هنا بقى ايه بيكينج انك انت تلتقط يعني زي ما تكون تخطف التليفون من على ودن حد وانت بتتكلم معاه ده وانت بتتكلم مع يعمل له انطباع مش حلو يعني. supporting you saved a lot of money كوني هدعمك او يبقى دي حاجه ايه حاجه وفرت فلوس كتير قوي. هو بدا ب supposing لا سوري دي supposing مش supporting. supposing هنا بيتكلم على القاعده بتاعت suppose اللي هي بتستخدم كحاله اف فطبعا جاب بعدها ماضي بسيط يبقى لازم الناحية التانية تبقى would والايه would والمصدر. طيب جاي على هيئة سؤال يبقى would فاعل والمصدر يبقى هتبقى الاجابة نمبر بي would you do. ماشي. بعدين we will spend the day in the countryside احنا هنقضي اليوم في الريف. نقط ذات ايه بقى اللي بتاخد بعدها ذات طبعا providing ذات بشريطة ان بشرط ان احنا نعمل كذا كذا. نقط احمد to travel abroad he would take his family with him. طبعا هنا عايز يربط بقاعدة اف وطبعا اللي ياخد الحالة اللي هي تاخد طول مصدر بعد الفاعل هي وير يعني اف هنا استخدمت بدل وير بس بشرط يجي الفاعل اللي هو احمد ده وناخد بعدها طول مصدر زي ما هو واخد. نقط his carelessness هنا جاي بعدها اسم الاسم ده يبقى in case of او without ينفع الاثنين. هنشوف المعنى ايه بقى. wouldn't have been punished يبقى بدون بقى بدون اهماله ما كانش تعاقب. his carelessness تمام يعني اقول زي لولا كده. طيب نقط low blood pressure انخفاض في ضغط الدم طبعا برضو ايه اسم يبقى عايزة ايه يا اما in case of برضو يا اما without يا اما but for يبقى نقرأ برضو consult your doctor يبقى اذا هي استشير دكتورك على طول لو عندك يبقى في حالة ما يكون فيه في حالة ما يكون فيه انخفاض في ضغط الدم. هنا عاوزني اركب او اصحح الافعال على حسب على حسب حالة اف اللي قبلهم فبيقول لي I honestly thought انا اعتقدت I not enjoy طبعا يبقى هنا ايه بقى يبقى هنا الكلام فين في الماضي. the quiet life of the village طالما في ماضي يبقى انا عايز would والمصدر يبقى انا هاخد ايه هنا بقى في النقاط الاولى هاخد would enjoy would enjoy عشان انا شفت ماضي يبقى هاخد له حالة اف تمام. would enjoy تمام مش شايف الحروف كويس يبقى would enjoy. بعدين هنا بقى هنبدأ من أول هنا the problem is that it's just so quiet there if there كذا more people of my age I wouldn't feel برضو حالة F التانية يبقى لازم أخد ماضي هنا يبقى هاخد where بقى علشان أنا باخد where مع كل الضمائر في حالة F التانية. التالتة if my family not I wouldn't really برضو نفس الكلام لا ده هاف وتصريف تالت يبقى دي هتبقى هاد موفد احط هاد وموفد موجوده لان الحاله الثالثه تمام. بعدين طب سوري بقى علشان هو بيقول وودنت يبقى هتبقى هادنت المنفيه لان هو نفى الناحيه الثانيه اللي هي وودنت دي يبقى لازم اقولها تكون منفيه.
رقم أربعة بيقول لي a less my dad had taken. had taken يبقى دي حالة كام؟ حالة تالتة. had taken his new job و وجاب wouldn't need. وجاب wouldn't need، لا احنا مش هنخليها wouldn't need، احنا هنخليها wouldn't have needed. يعني بعد wouldn't نحط have، وبعد need في الاخر كده نزود لها ايه؟ ed، علشان تبقى تصريف تالت. تمام. I wish I not to living here. أتمنى لو أقدر أأقلم نفسي على المعيشة هنا. طبعا I wish هنا طالما الكلام في المستقبل يبقى اسمها wish. I could. I wish I could لما أجي أعبر عن تمني فين؟ في المستقبل. أدبت لو أنا أقدر أتكيف هنا في الحياة هنا. If I forget لو أنا نسيت بقى my old days أيام القديمة. I am sure I not happier هكون أسعد، يبقى will. I am sure I will وبي موجودة، أكون أكيد هكون إيه؟ أسعد. تمام. طيب كده انا هضطر اتوكل على الله عشان الوقت، هقفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، ما تنسوش لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.